بسم الله الرحمن الرحيم. احبائي طلاب الصف الاول الثانوي، ان شاء الله النهارده هحل لكم امتحان على الدرس الثاني من الوحده الثالثه. هنبدا دلوقتي بحل الايه الوثيقه بعنوان او كليب دو فوتبول دي باريس، في نادي كره القدم في باريس. هنا روبير بيقول لجوليان ايه؟ اكل ايكول فاتي، الى اي مدرسه تذهب؟ جوليان قال له ايه؟ جي في او ليسي سانت مارتين، أنا أذهب إلى مدرسة سانت مارتين. ديفان لا ستاسيون دو مترو، أمام محطة المترو. روبير قال له إيه؟ أكيلير سو ترمين لا جورني سكولير، يعني في أي ساعة ينتهي اليوم الدراسي؟ قال له أ كاتور زير، يعني الساعة 2 تولي جور كل يوم، سوب لي فوندريدي ما عدا الجمعة، أ تري زير الساعة 1 بعد الظهر. روبير قال له إيه؟ كيل بارتي دو ليسي، أي جزء من أجزاء المدرسة؟ تي إيم تحب بوركوا ولماذا؟ جوليان قال له جيم لو سي دي اي، احب حجرة المناهل. لا هناك جي سير سور انترنت، اتصفح النت. بور شيرشي ديزانفورماسيون، من اجل البحث عن المعلومات. روبير قال له ايه؟ اي بور لي ماتيير سكولير، وبالنسبه للمواد الدراسيه كيسكي تي ام او دي تيست، حب ايه وتكره ايه؟ جوليان قال جيم لي ماتيماتيك، بحب ماده الرياضيات. لا شيمي مادة الكيمياء، سينيل وحشة. إي توا وأنت؟ قال له جادور لا شيمي، أعشق أحب كثيرا الكيمياء. إي لا بيولوجي والأحياء. جيم إتر ميدسان أوفيتير، أحب أن أكون دكتور في المستقبل أو طبيب في المستقبل. الأسئلة شوازي لا ريبونس كوريكت. رقم 1 أو سي دي إي في حجرة المناهل، جوليان إيم بيحب إيه؟ يا ترى بير دو لا جيم ولا شيرشي سور انترنت؟ طبعا يا رقم بي. 2 اون ايكوت لو ديالوج، نستمع الحوار ده فين؟ طبعا او كليب. الكلام ده قالوا لي يا جماعه فوقي، خلي بالنا. 3 لي فوندريدي يوم الجمعه، لا جورني سكولير سو ترمين، طبعا بينتهي الساعه 1 بعد الظهر، يبقى 3 زير. جوليان دي تيست، جوليان بيكره ايه؟ لا شيمي، وقال الكلام ده هو جوليان قال ايه؟ الكيمياء طبعا سينيل. نيجي على الوثيقه الثانيه يا جماعه، هنا ايلين تقول سالي فريده، اهلا يا فريده. جي في او لي سي ماري كوري، اذهب الى مدرسه اسمها ماري كوري الثانويه، امارسي في مارسيليا. جي في او لي سي تو لي جور، اذهب الى المدرسه كل يوم، صوب لي فوندري صوب لي ويك اند ما عدا يوم العطل، اللي هي يوم ايه بقى وايه؟ لو سامدي لو ديمانش، السبت والحد. جي كومونس ما جورني، ابدا يوم الدراسي، ويتير الساعة 8 صباحا. لو ماردي الي جودي، يوم الثلاث والخميس، جي كومونس بار الاي بي اس، ببدا بحصة الالعاب. جادور احبها كثيرا. جي سيت كور بار جور، عندي 7 حصص كل يوم، صوب لو جودي ما عدا الخميس. جي سي كور سيلمون، بيبقى عندي 6 حصص فقط. لو ماردي يوم الثلاث، جي في او سي دي اي، اذهب الى حجرة الوسائط. بور فير دي زانكيت، كي اعمل ابحاث سور انترنت على النت. اونزير الساعه 11. جي مانج او سيلف، انا اكل في المطعم. افيك ميكو باندو كلاس، مع زملائي بالفصل. ليلوندي يوم الاثنين، جي دو كور دو شيمي، عندي حصتين كيمياء. دون لا لابوراتوار في المعمل، افيك مسيو دانييل، مع الاستاذ دانييل. جي ترمين لي كور، انتهي من الحصص ا 14 اير ترونت الساعة 2:30. إيلين الأسئلة رقم 5 إيلين بارلي دو، إيلين يا ترى بارلي بتتكلم عن إيه؟ طبعا سون إن بالوادي تون، جدول موعدها. رقم 6 ليزي ليف فون أو سيلف، التلاميذ بيروحوا المطعم إمتى؟ قال لي الساعة 11. 7 ليلوندي إيلين شيمي، عندها كيمياء، يا ترى فين؟ ألا اللي هي لابوراتوار في المعمل. رقم 8 ايلين فا او سي دي اي، ها امتى؟ لو ماردي، يوم الايه؟ الثلاث. طبعا الكلام ده واضح في القطعه يا جماعه، لو ماردي بتروح سي دي اي. بنيجي دلوقتي على سؤال مواقف، وخلي بالكم كل موقف له 5 اجابات تحته، بنختار 2. تون اميس انفورم، صديقي بيستعلم سير تون ان بالوادي تون، عن جدول مواعيدك. هو يقول لك ايه؟ هيقول لك كل ماتير تي ام كومبيان دي كور تي ا، دي واحد. كليتون ام بالوادي تو،
ما هو جدول ايه مواعيدك؟ هنا كيل ميوزك كومبيان دو فوا تي فا او سي دي اي؟ طبعا لا. هنا رقم 10. هنا كومبيان دو كور، كم حصه لديك؟ ده طبعا جدول ايه مواعيد، ماشي. وكومبيان دو فوا، ماشي. رقم 10 تي اكسبريم تي جود، ان تعبر عن ميولك المدرسيه. تو دي ايقول جادور، لا جيم بوكو لي سي بي تي، ادي واحد. و جونيم با لو تنس، طبعا ميول دراسيه، يبقى جي سوي بيان اون مات اللي هي الاولى. خلي بالنا ونركز عشان في تشابه في الايه الاجابات. 11 كون امي فرنسي، صديق فرنسي يستعلم سور لو ويك اند اون ايجيبت، عن عطله الاسبوع في مصر. تو دي اقول له سي لو فوندريدي، ويوم الايه الجمعه. وايه كمان؟ ولا سومان سو ترمين لي فوندريدي اللي هي رقم دي، وخلي بالنا ديا الا سؤال قواعد. نقط اير دو مات تي ا ماردي، طبعا اير هنا ناخد كومبيان دي كم عدد حصص الرياضه. 13 جي اري بوليسي، طبعا 14 ليزافير توم بار جور، هنا ناخد توت ليزافير كل الاشياء وقعت على الارض. 5 وجوردوي اون نقط دو زير دي اي بي اس، يبقى هنا رقم 16 ايتون ادريس لعنوان مؤنث، بناخد كل مينتينو الي سي زير الساعه 6 اي دومي ونصف. نيجي على الايميل بونجور، انزلها كومبيان دو كلاس اليا دون تون ليسي، كم عدد فصول في مدرستك؟ اقول دون مون ليسي اليا فان كلاس يوجد 20 فصل. كل ماتير ايه المواد اللي انت بتفضلها؟ هنا جي بريفير لو فرانسي، وممكن اكتب اي ماده كمان، ايه مثلا لي مات ايه العرب زي ما انت عايز. اوريفوار. بارل دو تي جو سكولير، اتكلم عن ميولك المدرسيه، استخدم ماتير مواد واكتيفيتي الانشطه. اقول اولي سي جيم توت لي ماتير، بحب كل المواد صوب لي مات ما عدا الرياضيات. جيم لي سيانس، بحب ماده العلوم. جي فو اتر من سان، اريد ان اكون طبيب. جيم لو فوتبول، وانا احب ايه كره الايه القدم. وبكده احبابي طلاب الصف الاول انتهينا تماما من امتحان على الدرس الثاني من الوحده الثالثه، وانتهينا من الدرس الثاني كاملا. واتمنى ان نكون مستفيدين من كل فيديو بننزله، وان شاء الله استنوني فيديوهات قادمه. ما تنسوش الاشتراك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.